مرحبا بكم في قناتي شهيوة فاطمة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وكلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الهريسة. المحبين الهريسة جبت لكم الهريسة بالطريقة ديال شهيوة فاطمة، هريسة اللي كتجي بنينة وفي نفس الوقت ما كضرناش في المعدة ولا في المصران. قبل ما نقول لكم اشنو غادي نحتاج في هذه الهريسه وشنو هما المكونات اللي عندي، كنتمنى من الناس اللي باقيين ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم الجديد ديالي، والناس اللي انضموا للقناه ديالي جداد كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا، والناس القدام دارداركم شكرا لكم على التفاعل ديالكم معايا. بسم الله على بركه الله غادي نقول لكم شنو غادي نحتاج. عندي هنايا الفلفله مزيودات حمر كيف ما كتشوفوا، من بعد ما نقيتهم وغسلتهم نظفتهم مزيان غادي نحيد لهم هذا. المهم نقول لكم شنو باقي خاصني من المكونات، قلت لكم عندي الفلفله مزيودات، عندي هنايا زيت الزيتون، الملحه، الثومه، عندي الكمون، الخرقوم، سكنجبير، وعندي القزبر حبوب مطحون، والخل. والمرحله الاولى غادي نحيدو هذا ما قلت لكم الفلفله ديالنا ولا المزيودات وغادي نديرهم في الكسكاس. غادي نحيد هادو كلهم الفلفله كامله حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي، وغادي نرجع معكم. خليكم معايا تبعوا معايا الطريقه باش تنجح معكم الهريسه ولا الحار. من بعد ما ساليت الفلفله نقيتها هانتوما كيف ما كتشوفوا، حيدت لها داك العود ديالها. دابا غادي ندير فيها الثومه، نديرها هنا في الوسط، ندير واحد الحفيره صافي. غادي ندير الثومه بحال هكا، الثومه عندي هنا راس ديال الثومه ماشي درس ديال الثومه، راس كله. وغادي ندير عليها الملحه، الملحه غندير هنا عندي معلقه كبيره عامره ديال الملحه، النص غادي نديرو دابا من الفوق هكا ندردر من الفوق، والنص غادي نخليه حتى للمرحله الثانيه. دابا غادي ناخذ الكسكس ديالي ونديرو يفور المده ديال ساعه الا ربع، فاش يبدا البخار كيطلع غنحسب ليه ساعه الا ربع، غادي نغطي عليه ونحسب ليه ساعه الا ربع ديك الساعه فاش، ونرجع معكم باش غادي نكمل معكم المراحل اللي باقيين. انتما من بعد ما الفلفله ديالي تفورات ولا تبخرات، انتما دابا غادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد ونرجع معكم. بعد ما تفورات الفلفله ديالنا وبردات دابا غادي نطحنها معكم. انا غادي نطحنها في هذه الطحانه ديال المطيشه. كلشي كتكون عنده كيكونوا عندهم ثلاثة ديال هاد الدائرات، هادو كتكون لي غليظه واللي لي صغيره عليها واللي صغيره. انا اخترت هذه اللي متوسطه هي اللي غادي نطحن فيها، مبغيتش ندير هذيك اللي عندها العوينات كبار غادي طيح لينا الزريعه ديال الفلفله، وانا ما بغيتش الزريعه تكون ليا في هذه الهريسه هذه. بسم الله نديرها في الطحانه هي وداك الثومه اللي هي كما كتشوفوا، هذيك الثومه حتى هي طابت مع الفلفله، وغادي نطحنها. صافي غادي نطحن الكميه كامله اللي عندي، نبقى هكا على هاد الشكل هذا نطحن ونسيب شويه حتى نسالي الكميه اللي عندي. انا هنا عندي 2 كيلو ديال الفلفله، هي فاش كتبخر كتنقص. صافي بنفس الطريقه تنسالي الكميه كامله ونرجع معاك. صافي من بعد ما ساليت الكميه كامله ديال الفلفله اللي كانت عندي، هانتوما بقات هنا غير بقات غير الزريعه ديال الفلفله وديك القشره واللب كامل نزل هنايا. كيف ما شفتم بعد ما ساليت الفلفله بالطحين طحنتها، دابا غادي ندير لها التوابل. بسم الله على بركه الله، غادي ندير الملحه وغادي ندير هاد التوابل هادو اللي ذكرت معاكم. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخرقوم، عفوا معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه كبيره ديال القزبر حبوب مدقوق، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه كبيره ديال الكمون. هاد التوابل هادو
كيف ما كنعرفوا كلهم صحيين وكيعطيو مذاق رائع لهاد الهريسه هادي. دابا غادي ندير زيت الزيتون، تقريبا كاس لاروب ديال زيت الزيتون. غادي ندير الخل، الخل غندير 3 حتى 4 ديال المعالق ديال الخل، واللي بغى يدير الحامض يديرو. غير هي الخل كيحافظ لينا على هاد الهريسه مده اطول. الخل والملحه هما اللي كيخليو الهريسه ديالنا تدوم معنا لمده طويله بلا ما تخسر لينا. كنخلط الهريسه ديالي مزيان، كنخلط فيها مزيان حتى تنسجم ليا مزيان مع داك التوابل اللي وضعت وزيت الزيتون والخل والملح. هذا هو الشكل النهائي ديال الهريسه، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي لذيذه رائعه. غير جربوها بنفس التوابل اللي درت انا فيها وبنفس الطريقه، انا متاكده غتنال الاعجاب ديالكم وكتدوم معنا مده طويله. انا هاد جببنا هادي ديال البلاستيك غادي نديرها في الفريغو، وغادي غنخليها غير في الثلاجه. منين غادي تقرب التلالي هادي غنجبد جبانه اخرى، وهكا كتبقى عندي الهريسه مده طويله وبمذاق بنين 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 والله العظيم. يمكن لكم هاد الهريسه هادي ديروها في الشرموله ديال الحوت، بزاف ديال الحويجات تستعملوها. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش اللايك اللايك والكومنتيرات المحفزين ديالكم. وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.